اكتست طرابزون اليوم بالثوب الأبيض زي ما انتم شايفين الثلوج حولي. العرض اللي بنصوره اليوم عرض مجمع متكامل الخدمات في منطقة يالنجك مقابل جواهر مول، عرض قريب جدا من الشارع العام ومتكامل الخدمات. تعالوا مع بعض نشوف على أرض الواقع المجمع مع خدماته وتفاصيل الشقة، خلوكم معنا. حاليا متواجد أنا داخل المجمع. المجمع عبارة عن بنايتين، بناية خلفية وبناية أمامية. العرض اللي موجود فيه شقة 4 غرف صالة، مساحتها جيدة وممتازة، إطلالتها مباشرة على المدينة وعلى البحر. من ضمن الخدمات اللي موجودة في المجمع حاليا أنا موجود في وسط الخدمات، ألعاب الأطفال، مسطحات خضراء، جلسات عائلية بالإضافة إلى ملاعب رياضية ومسبح مفتوح ومواقف للسيارات تحت المجمع بالكامل. مساحات جيدة وواسعة. المشروع يقع في منطقة نقدر نقول نهاية يالنجك وبداية كاشستو، خلف حلويات نجدة هانم أو المعروف بجواهر مول مقابل مول جواهر. مشى على أقدام دقيقة إلى 3 دقائق وإحنا في جواهر مول. ومن الخدمات القريبة للمجمع موجود جامع أيضا وسوبر ماركت وبقالة بالقرب من المجمع. سوبر ماركت ميكروس على داخل الحي أو داخل منطقة المجمع اللي احنا فيه، المنطقة واصل فيها الغاز الطبيعي. وما ننسى أيضا أنه موجود خلف البناية الخلفية في الدور الأرضي روضة للأطفال. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، أطلالة الشقة ومساحتها على أرض الواقع، خلوكم معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور العاشر، شقة 4 غرف صالة مساحتها 185 متر مربع. مدخل الشقة من هنا، أول ما ندخل عندنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات في جهة اليمين، الأرضيات باركيه مع الصالات والغرف. المجمع واصل فيه الغاز الطبيعي لسه قريب، يعني شيء مميز أيضا من ضمن الخدمات اللي موجودة في المجمع. عندنا لوحة المفاتيح هنا مع الانترفون، يسارنا توزيع باقي الغرف. نتوجه إلى الصالة. الشقة هذه معروضة بالأثاث، حاطين هنا كنب، دولاب، التلفزيون، وعندنا قسم آخر لمنطقة السفرة. واجهة الصالة لو تلاحظوا واجهة بحرية بالكامل، إطلالة مباشرة على البحر وعلى المدينة، يعني الواجهات الفرنسية اللي جاية واجهة كاملة زجاجية، شيء جميل. عندنا هنا منطقة السفرة، حاطين هنا طاولة سفرة أيضا، وفي واجهة جانبية أيضا للبحر وللمدينة. في مخرج البلكونة من هذه الجهة، البلكونة هذه مساحتها جاية 3 × 4.5، مساحة كبيرة للبلكونة، وطلالتها جاية طلالة بانورامية على المدينة وعلى البحر، إطلالة رائعة جدا. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة.
ما ننسى أيضا أنه الديكورات السقفية اللي موجودة في الصالة وفي المطبخ وفي الممرات، إنارات ليد مخفية بديكورات سقفية. عندنا هنا المطبخ، نظام المطبخ جاي مفتوح على منطقة السفرة، جاي دولاب المطبخ على شكل L، الكون بيراكب في المطبخ زي ما انتم شايفين، دواليب منسقة جاية بلونين، المنطقة السفلى رصاصي ومن فوق أبيض، أجهزة الكهربائية موجودة أيضا، الثلاجة وطقم الفرن مع غسالة الصحون. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نجي هنا على دورة المياه الأولى بالنظام أرضي، مزودة أيضا بنظام الشطافات موجودة أيضا. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية، المروش مع الكلوزيت والمغسلة ودولاب خاص بالغسالة الملابس موجودة أيضا. نجي هنا على توزيع الغرف، هنا غرفة رقم 1. في الغرفة هذه حاطين سريرين فردية مع الكومودينة والدولاب، مساحتها جيدة وممتازة. مقابلها عندنا غرفة رقم 2، وهذه الغرفة أيضا حاطين فيه سريرين فردية مع الكومودينة، ومزودة أيضا بالتكييف المركزي في كل الغرف. غرفة رقم 3 حاطين فيه سرير واحد فردي، لنا حرية الاختيار نقدر نزود السرير أو نخليه زي ما هو مع الكومودينة، وإطلالته جاية إطلالة جانبية وموجود دولاب أبو درفتين. نيجي هنا على الغرفة رقم 4، هذه الغرفة غرفة النوم الرئيسية الماستر، مساحتها جيدة، حاطين فيه سرير مزدوج مع دولابها، وعندنا الإطلالة الجانبية على البحر موجودة أيضا. وغرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة نوعا ما، كلوزيت مع المروش والمغسلة. وما ننسى أيضا أنه لها بلكونة صغيرة، البلكونة هذه إطلالتها على الجهة الجانبية للمجمع أو الجهة الخلفية، إطلالة الطبيعة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة في منطقة يالنجك، 4 غرف صالة مساحتها 185 متر مربع. أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.